المرضى هو البالغ بمال كل المرضى اللي عندك ولاد. خيري حاجة أكلت شيء؟ سممت شيء عنكم شيء؟ أكلنا لي ما حتأكل. خليني أفتح بعدين بقول لك التفاصيل. طيب يا حاجة أعطيني كارت تأمين. ما عندي كارت تأمين. هويتي إذا بصير. هويتي؟ ليش طلع عندي هوية؟ يا حاجة قلت لك خصينا ما عندي وقت. ما عندك وقت؟ حكيت لي. ما ضل في وقت لشيء. كلنا مستعجلين. بس ما بعرف لوين رايح. بلا ما اتعب قلبك، هالقد رح تشوف كل حدا من اولادي وتعالجه، وانا الي اضمن. هجة رح اعالجك وعالج اولادك، انا شايفه كثير تعبانه بس بدي اياها خير. اذا قدرت تعالج اولادي انا بشكر، بس ما اظن تقدر تعالجهم، نازل جرحهم بنزل من عمر من كم متر ولا انت يا بني. والله هاي مية من اول يا حجة، دخل اولادك بعدين بفهم شو معنى. لا حول ولا قوة الا بالله. شو هادي حاجة كل أولادك هاد؟ لا يا بني يا ريت أقدر أجيب كل أولادي، جبت أكثر أولادي اللي مجروحين، اللي جرحهم بنزف من سنين، والباقي لقيتهم من رحمة رب العالمين، بس أنا أولادي يا دكتور شاطرين، كل واحد بيوصف حاله وضعه المسكين، بس بطلب منك يا دكتور طول البال حسن استماع للدواء جرحي السنين. خليني أشوف شو عندكم لو مش فاهم شيء، مين يبدأ؟ هم بيعرفوا حالهم، رح يبدوا من اللي تعب قبل مش قادر يتحمل وجعه. تعالي يا يافا. اقعدي افحصي ضغطك. لا يا دكتور انا ما بدي افحص. بمين انا متصبح اليوم؟ انا يافا، لوحة شفافة، بأجمل الألوان مزينة، والبحر بيعزف أجمل الألحان على أسوار المنيعة. أنا وإخواتي عكا وحيفا، أنا اللي حماني ربي بكل جمال وأصالي، وكل ما أشرقت الشمس زادتني عزة وحلاوة، ومنحتني حياة على أطراف بحر معمر بالجد، من صيادين مفعمين بالحنين لبحري، صوتهم حزين، وضليت رمز الفتانين، لحد ما إجا هالمحتل اللعين، خنقني باحتلال حقير، وهجر أولادي في ليلي بلا ضمير. اسكتي يا يافا. ما تكمليش وتحرقي قلوبنا. أنا يا فزة هجرني الساكنين، وسكن قلبي جرحي بسكين، وصار يعزف البحر كل ليلة لحن حزين، لفراق أولادي وتهجيرهم، وفوق هذا كله سماهم عرب 48، كانهم مش أولادي الساكنين، صاروا كانهم فريقين في أحضان بلدهم فلسطين. هجروني أولادي، واحتلوني الأعادي، ومن 48 لهلا بنادي. رجعوني ولادي، رجعوني لبلادي. انا يا دكتور ما بدي اعالج، بس سجل عندك على الكمبيوتر يمكن الناس تسمع اعهاتي وعلاجي برجعة ولادي. بس يا يافا اخواتك الدار والدكتور مش فاضي، بس إلنا انت عندك الوحي مش كبيره. تعالي يا جنين، حسستك مش قادره تتحملي وجهك. شو يا حاجه بنتك حامل؟ طول بالك يا بنيه، خليك تشوف شو حامله قلبها. تحملي يا امه، تحملي. أنا اللي بتحمل ما تخاف يا أمي، مش أنا اللي ما بتحمل، ونسيتي شو شفتي بحياتي. وأنا بنسى يمه، احكي للدكتور يشوف جرحك بما إنه أختك يافا ما استفادت. أنا يا دكتور مش زي ما حكت أمي فلسطين، أنا تحملت اللي ما حد تحمله، أنا اللي اجتاحوني ب 2002 على مرأة كل العرب والمسلمين. أنا جنين، أنا اللي قتل أولادي بحقني وما هجروهم مثل أولاد أختي يافا. أنا اللي أهدوني حضن صار يكبر بقلبي مثل الجنين، بس الحضن ما بينولد ولا بينساها لسنين. أنا اللي حرقوا قلبي وقتلوا أولادي بالجماعات، ومنعوا الصرخات توصل الإذاعات، وكانوا يحرقوا قلبي يحملوا أولادي بتحت الجرافات، يلي اندفنوا تحت التراب بالجماعات، واندفنوا معهم الآهات والصرخات، وما في لا إغاثة ولا رحمة. يا جنين اقعدي افحصي ضغطك، انا شايفك صفرة وتعبانة. ايش في؟ ايش مالها؟ ما في ضغط صح؟ قتلوا قلبي الحياة ومنعوا حتى النبض. يا دكتور اخ
عن السيارات والسهرات والمؤتمرات. وانتم بكفيكم خيانات، بكفيكم خيانات. والناس مش بس لاجئين، الناس لكل اولاد فلسطين. وانتم خليكم متفرجين. بكفي يا جنين، ما تفتحي جروحي، انا مش حمل انهيار جديد. خليكي من الصابرين والفرج من رب العالمين. هلا دوري، انا مش قادر استنى اكثر. نسيتك يا حبيبتي، بماضي جروحك ما تغيرت يوم. خلي تفرجي. هذا شوفك بديش تشوف، كل الناس شافوا عملوا حالهم مش شايفين. انا بدي يسمعوا، يمكن حظ اللي انحرق ينوبهم مثل ما حرق قلبي ولاقي اذان صاغيه لإلي. طيب احكي. انا لما اجتاحوني وقتلوا ولادي وما بدي احكي التفاصيل، كلكم شفتوها ويمكن بكيتوا عليها، بس انا بدي احكي شو اللي حرق قلبي اكثر من ولادي. انا اللي ولادي ماتوا واحد ورا الثاني، واللي ما ماتوا ظلوا مشوهين ومقعدين، ودول العالم كانهم مش متواجدين. ولما حنوا علينا وحزنوا علينا بعثوا لنا معونات، بس شو بتتوقع بعثوا يا دكتور؟ بعثوا سلاح، قلب، جلود. شو بعثوا؟ شو بعتوا؟ بعتوا شجب وسبنكار. ارفعي راسك يما، مش احنا بننزل راسنا. لا يما، انا نزلت راسي لحتى يحسوا بالتعب، الهموم اللي حملتها براسي هدتني. انا لما قتل اولادي اخواننا بالدول العربية بعتوا شجب وسبنكار، وجارنا المصري سكر بيننا وبينهم النفق اللي كان ممكن اولادي يلاقوا مفر عشان يحموا طفالهم، بدل ما يزودونا بالسلاح والعتاد سكرها علينا وحرمنا اخر امل. بس وين بدو يروحوا من ربنا؟ ما بدنا شجب واستنكار، ما بدنا كتب اعتذار، ولا تحطوا قصتنا على الاخبار. بكفيكم تمثلوا دور الاحرار. وين بدكم تروحوا من سؤال رب العالمين؟ شو عملتوا لولاد فلسطين؟ بلا مسألك يا دكتور، ما عندك دواء ولا طمادات تسكر جرحي الصارخ الحزين. ما عندي شيء احكي للمتفرجين.